راجلي هتخطف ولادي؟ تخطفهم ليه؟ انا مش فاهمه حاجه، انا بيني وبينها ايه عشان تخطفهم؟ ما فهمني يا هيثم وكلمني. اهدي بقى، انا فاهم حاجه انا كمان. اهدي شويه، عايز افهم انا كمان. طب بلغ الحكومه، بلغ اي حد. يا ست اسكتي بس، افكر بس واعرف في ايه. استنى. الو، ازيك يا هيثم باشا؟ عيالي فين يالا؟ انت عارف لو لمست شعره منهم انا عارف اعمل فيك ايه؟ بالراحه يا هيثم، كلمه بالراحه لحسن ياذي الولاد. اهدي بس. شفت اهو المدام قالت لك اهو، اسمع كلامها عشان طولت اللسان مش هتنفعك خالص. عيالي فين؟ عايز ايه؟ طلباتك؟ خلي المدام تروح وما تتكلمش مع حد خالص، ده اذا كانت عايزه تشوف عيالها. اما انت اطلع على طريق الاقصر وانا هكلمك تاني اقول لك هتعمل ايه بالظبط. يعني هتكلمني تاني؟ مش لما اعرف هتوديني فين. ما تستعجلش، هتعرف كل حاجه بس كله في وقته. وبالراحه على نفسك يا هيثم باشا، عشان لسه مشوارنا مع بعض طويل قوي النهارده. قال لك ايه؟ ها وصلت فين؟ انا خلاص خرجت بره اسوان، انا بقيت 3 ساعات بلف في كل شويه تقول لي لف من ناحيه. في ايه؟ الدنيا ضلمت. انت مستعجل ليه؟ ما وراناش حاجه. اركن بقى عندك شويه عشان هاجي لك واحد من طرفي. يعني ايه؟ مفيش، هتسلمه موبايلك وسلاحك وهيعمل تفتيش بسيط كده للعربيه. اجراءات امنيه، ما تزعلش يعني. انت اتجننت يالا؟ انت اكيد اتجننت بقى. بعدين بقى في زفاره اللسان، ما قلنا بلاش. انا مش كل شويه هفكرك ان عيالك معايا. الموضوع زي ما هو صعب عليك صعب عليا انا كمان. ها وصلك؟ تمام، اديله موبايلك من غير ما تقفله، وبعد ما يفتشك هيركب عربيته. امشي وراه لحد ما يوصلك للمكان اللي انا فيه. سلام.